سلام الله عليكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وإليكم حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، والذي يقدم إليكم في بث حي ومباشر عبر تلفزيون هلا وموقع بنت وتيك توك وإنستغرام وكل الوسائل الاتصال الموجودة في هذه البلاد. وأول العناوين، هلا رياضة تقدم لكم العناوين: الصباقة، مكة بريني، قرية 20,000 نسمة تتحدى الجميع، وصدق أم لا تصدق فريق اتحاد بنريني بالمرتبة الأولى في قمة الدرجة العليا. عنان خلايلي ابن 18 سنة يوقع 4 سنوات في مكابي حيفا، هابوئيل أم الفحم يقيل ويستقيل، إذا مدرب هابوئيل أم الفحم نير بيركوفيتش على البيت، ومن يأتي تومر كشتن مش شايف في أي تغيير. الوحدة كفر قاسم يقيل إسماعيل عامر ويأتي بأدم هالي، ربما هو المنقذ، ولكن اتحاد شفا عامر ضربة لاتحاد شفا عامر بعد الخسارة الكبيرة 2-1 على مكابي إرسيلية. اتحاد شفا عامر وضربة لاتحاد شفا عامر. علي خطيب في هابوئيل كفر سابا، علي خطيب هذا الفريق اللب لفريق اتحاد شفا عامر في كفر سابا، والحدث الأخير مكابي الناصرة يخسر لأول مرة في الدرجة الأولى وذلك عن طريق هابوئيل بعينه. ونرحب حاليا بضيوفنا الكرام عمار وثم عمار مواسي مدير اتحاد باكا، أهلا وسهلا بك من باكا الغربية. أهلا وسهلا فيكم جميعا المشاهدين. ونرحب بعمار جبرين حارس مرمى هابوئيل مصمص، هو أعلى منكم بالدرجة، أنتم المحل الثالث هو المحل الأول، هابوئيل مصمص صاحب المرتبة الأولى في المنطقة الشمالية باء. أهلا فيك أخ عبد، أهلا بجميع المشاهدين. عمار مدرب ناجح، أنا بنشهد لك، أنت المنقذ، أطلعت فريق اتحاد باكا مرتين للدرجة الثانية، ولكن اليوم أنت مدير، مش بس مدير، أنت مدير الأكاديمية كمان عمار، وعندك أمور بيتك، وكيف بدك تضبط أمورك في مهمة المدير؟ أول شيء مش قصة مدير، استلمنا النادي آخر أسبوع من الإدارة اللي هي كانت بقيادة الأستاذ حسن مواسي لمدة 20 سنة. طبعا منوجه له من هون كل الشكر والاحترام، الأب الأسطوري لاتحاد باكا حسن مواسي، الأستاذ حسن مواسي، أنا بقول لك شكرا ويعطيك ألف عافية، أنت كنت رجل قدير في اتحاد باكا. عشان نقطة للتوضيح، الهدف إن شاء الله قريبا راح نشكل إدارة جديدة لفريق الكبار. أنا صح إنها خطوة كبيرة ومسؤولية كبيرة، أنا الأكاديمية وفرق الدوري هن تحت قيادتي من 7 سنين. هاي الخطوة اجت عشان نغير تفكير النادي كله. المدرب، بس حدثنا مين المدرب اليوم لاتحاد باكا؟ اليوم في موجودين مدربين 2، أشرف مواسي وعلاء ربيع. خلينا بس نعرف الجمهور انه يعني أشرف مواسي من نجوم كرة القدم في الدرجة الممتازة سابقا، وعلاء ربيع يغنى عن التعريف، غني عن التعريف، هو لاعب الطيبي، لاعب قدير. عمار جبرين، هابوئيل مصمص، كنت هابوئيل أم الفحم، وأنا لو أنا في إدارة هابوئيل أم الفحم سأرجعك هابوئيل أم الفحم، بس مصمص بدين إياك، هل سيرتقي مصمص؟ تنافس فريق عنيد، الكل بعرف يا عمار بيلعب ضدكم، عدتوا إلى التمرين، أنا جيت على التمرين وشاهدكم يعني بجدية، أدم زعبي، كيف الاستعدادات بعد الحرب؟ استعداداتنا بعد الحرب هي استعداد جدا بكمة الجدية. الإدارة الموقرة اليوم حطت هدف لفريق هابوئيل أبناء مصمص هو الصعود الرسمي، صرحوا هذا الإشي بدون أي تردد. اليوم إحنا قاعدين بنشتغل بكامل الجدية على أساس نوصل لهذا الهدف. الحرب أثرت طبعا، كل الدول وقفت الفريق. اليوم مين المنافس لكم في الدرجة الثانية في المنطقة الشمالية بها؟ طلع المنافسين بالدرجة الثانية هم معروفين: كفر قرع، باكا، تيرة الكرمل، بيت شان، ونيفش عنان. بعتقد انه اتحاد ابناء كفر قرع اليوم خارج الصورة لاسباب غير معروفة، تيرة الكرمل والاتحاد ابناء باكا وبيت شان ونيفش عنان هم الفرق اللي اكثر جابوا لاعبين تعزيز من درجات عالية.
عمار انت كنت في الدرجه الممتازه ولعبت في الدرجه الممتازه وانا شاهدتك في ابو المهلفاين كنت ممتاز. كيف انت لما انت بتلعب في الاتحاد يعني ابو المصمص احنا اكيد انه عمار يعني بيعطي ثقه للدفاع وللفريق انه وراهن حارس مرمى وانت بتعرف حارس مرمى هو نص فريق بقولوها باللغه العاميه. الحمد لله انا هدفي لما جيت على ابو ابناء مصمص مساعدتهم بتحقيق هدفهم. في السنه اللي سابقه احنا وصلنا لمباراه الاختبار مباراه فشلنا عن الصعود لكن ما حلفناش الحظ وما صعدناش. السنه زي ما قلت لك هدفنا متحضرين. متحضرين للصعود باذن الله وان شاء الله بنحقق الهدف ان شاء الله. سنتحدث لنا حديث كثير مع عمار وعمار اليوم بيتنا عامر في تلفزيون هلا وناتي ننتقل الى الدرجه العليا اتحاد مكابي الريني. مكابي الريني يشرف الوسط العربي صدق ام لا تصدق مكابي الريني مش بالمرتبه الثانيه انما بالمرتبه الاولى 16 نقطه مع مكابي تل أبيب ومكابي تل أبيب بعد ساعه واحده سيكون ضيف لاتحاد ابناء سخنين. شاهدوا استمعوا مكابي الريني يفوز في وسط الاسبوع على ب 2-0 2-0 2-0 3-0 على على هابوعيل الخذيرة. انا اتحدث عن هابوعيل الخذيرة ويفوز على مكابي بتحتقبة بالنتيجة 3-0 واتحاد ابناء سخنين لاول مرة اتحاد ابناء سخنين يفوز على بير السبع في استاد ترنن. اذا مكابي الريني يعني مش انا بدي اسالكم عن مكابي الريني قريه صغير كنت تتوقع ولو بالاحلام كنا نتوقع انه في انتاج في اقتصاد في علم طبعا انه ما كناش نتوقع انه الريني تصل الى هذه الدرجه. سنتكلم ولكن سنسمع طبعا سعيد بصول على ماذا يتحدث عن فريق مكابي الريني ومستقبل مكابي الريني. سعيد بصول تكلمنا في الماضي عن نجاحات مكابي الريني وان شاء الله بتضل هذه النجاحات. شو اسباب هذه النجاحات من مباراه لمباراه وكيف تتهيأ للمباراه القادمه؟ سؤال صعب يا عبد هاب. اول شيء مساء الخير عبد لك ولجميع المستمعين والحاضرين. يعني احنا بعدنا بدايه الطريق بعرف شو النجاحات مزبوط. احنا عندنا افتتاحيه من الاحلام 7 مباريات ولا اي خساره منهن 3 مباريات مع 3 نقاط كاملات. بتامل انه نكمل الموسم بهاي الطريقه وان شاء الله ربنا يصبرنا ونرجع لايامات احسن من الايامات الموجودين فيها هسه. سعيد الفريق يعني بيظهر اذا كان بالمباراه اللي قبل احنا بنتحدث عن الخضيرة ببين فريق قمي يعني احنا بنشوفه اذا كان من احداث المباراه بالتلفزيون فريق قمي. كيف قدرتوا تكونوا من الفريق اللي كانوا يقولوا عنه يناطح يعني بالنسبه للهبوط واليوم احنا بنشوفه فريق قمي؟ بعدنا احنا حسب رايي بنجرب نلم نقاط عشان ما نناطح بالهبوط. تنساش انه الموسم الماضي كان موسم صعب جدا 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 وضلينا ناطح بالهبوط لقبل المباراه قبل الاخيره. الهدف تبعنا انه ما ناطح بالهبوط، لا هدفنا القمه ولا هدفنا اوروبا ولا هدفنا بلوف العلوي. الهدف انه نضمن بقاء بالدوري في قديش ابكر عشان ما نقدر ناطح ما ناطح بالهبوط في اخر الموسم. نقدر نقول سعيد انه يعني بدون جمهور انه ممكن مكابي الريني يعني حظها افضل من مع جمهور يعني جماهير الغفير لكل الفرق؟ لا ما اظنش. تعرف يمكن مع مكابي حيفا مع مكابي تل ابيب مع بيطار القدس بس تنساش يعني احنا من كل الفرق اللي حكينا عليهم بعدنا لعبة واحدة خارجية مع مكابي حيفا هي بلعب بسامي عوفر. بتخيل انه تعرف مع الفرق الكبير اللي عندها جمهور غفير 30,000 متفرج و 25,000 متفرج في عندنا. مجدي خلايلي مساء الخير معك عبد الباسط زوبي من تلفزيون هلا في بث مباشر وانا بقولها بصوت عالي كل الوسط العربي يبارك لهذا الفتى اللي اسمه عنان خلايلي ابن مجدي خلايلي على يعني شو بدي اقول لك على كل النجاحات لعنان خلايلي اما كان في المنتخب الصغار منتخب الكبار مكابي حيفا واليوم نبارك له 4 سنين في مكابي حيفا هذا شيء كبير. كيف انتم تقبلتوا هذا اللي يعني المباركي؟ نقول بجمله مختصره حلم وتحقق. يعني انت بنيت هذه الخطه انه يصل فيها عنان لهذه الطريق يا مجدي. انت كنت حارس مرمى لحد الدرجه الممتازه وكنت مميز
بنيت خطة لابنك إنه يصل لمكابي حيفا أو لمنتخب إسرائيل في هذا الجيل؟ إذا ما بقول لك لا بكذب عليك، إحنا خططنا إن يكون لاعب محترف في مستوى عالي، بس ولا خططنا بهاي السرعة تصير يعني. كان دائما هو طريقة عمله وشغله وجديته كانت تنجد توجه للطريق هاي الصحيح. أنا توقعت صراحة، توقعت بجيل معين يوصل لأعلى المراتب، إنه نوصل جيل 18 مونديليتو، جيل 19 مكابي حيفا، جيل 19 يوم يكون لاعب منتخب إسرائيل الكبار، لا ما توقعت، فاجأني أنا كمان. مجدي الكل اليوم أنا يعني مربوط في وسائل اتصال عديدة، وكل الصحفيين العرب يعني باركوا لعنان بشكل يعني ممتاز، من قلب واسع، من قلب فرح، الوسط العربي كله بيهني عنان. أنا بدي أقول لك شغلي يعني، كان مرة زاهي أرملي، كان عباس صوان، كان نجوان غريب في مكابي حيفا، لكن وكمان كان سبع، لكن يعني إحنا اللي بنشوفه من عنان ابن ال 18 منتخب إسرائيل الصغار، منتخب إسرائيل ويعني وبارز في كل المنتخبات وبمكابي بحيفا. هل يعني في امل انه يكون كمان في اوروبا؟ احنا بنشوفه بريال مدريد مش ببرشلونه، انا ريال مدريد. اول شيء اللي حكيته انا بوافقك الراي، بسبب يمكن شخصيته او ملامح وجهه فبتنطي محبه للولد، لانه ولد متواضع، يمكن بسبب جيله الباكر ولو وصل كمان انطت زي طرحه اكبر شوي صغيره من باقي اللاعبين اللي ذكرتهم. وجيل 18 يكون انت بهاي المراتب بهاي المحلات توصل، ما صارت من ولد من الوسط العربي. نوصل لوين لقدام؟ احنا اصلا هو يعني بخطط، انا مش احنا، هو بخطط انه يكون لاعب مختلف بدرجات ال زي ما بيقولوا من بعد المحيطات والبحار يلعب. هو قدر هاي السنه يكون، احنا كان عندنا عروض من يانج بويز من تركيا طبعا، راي كانت عروض جديه، بس انا حسب رايي واحنا مع بعض قلنا يمكن بعضه مش جاهز، ما بنعطيش هو وقته. تعتبر سنة ونص سنتين يواصل هاي الطريق المسيري هاي، ما كان حتى بيتآمن فيه وبيتآمن قدراته، فقلنا لوش احنا مش حاجة نستعجل يعني. بس اكيد انه الهدف انه يكون يوصل لأوروبا، ريال مدريد ان شاء الله. ان شاء الله. مجدي بس اسالك سؤال، مجدي احنا انت خبيت عن الصوره يعني، انا شخصيا بفتش عنك، انت وين موجود اليوم يعني؟ مدرب وين؟ مع اني تقريبا بين هلالين انا عارف، ليش مجدي بيكونش مدرب؟ ليش من الفحم اليوم تاخذش مجدي خلايلي اللي خدم فريق مكابي من الفحم في الدرجه الممتازه؟ وين مجدي خلايلي؟ عرف الجمهور وين موجود في عالم كره القدم. موجود بأرقام كرة القدم اليوم. أنا اختصاصي هو زي ما بقولوا تحسين وتحفيز لاعبين من ناحية بدنية، من ناحية فيزيولوجية، تقوية سرعة، كما من ناحية جسمانية. هذا اليوم اللي أنا متمكن فيه كتير. قلت عم بالفحم أنت، أنت بوافق الرأي بالفحم. أنا كانت عندي توجه من أبو شلومو قبل فترة قصيرة إن أكون بالفحم تواجد، بس أنا اليوم أخذ على حالي نقول باللغة العبرية بروجكت، مشروع إنه بفوق فترة الكرمل نبني إشي من الأساس، وبلشت فيه ما بقدر أتركه بنصه. بس أنا أكيد أنا اليوم مدير فني بنادي فوق فترة الكرمل من جيل صغير لحتى الشبيبي لحتى الشباب. مجدي خلالي طلع العجائز ختيارياتنا كانوا يقولوا الله يسهل دربك ويدهر بعنان ويبارك لكم، احنا من تلفزيون هنا بنرحب فيكم، نتمنى لكم النجاح الكامل لعنان ولمجدي، وشكرا لك على هذه المداخله. شكرا لكم. شكرا لكم. عمار شو الهدف للفريق السنه؟ الهدف فريق، اول شيء هدف مش بس لفريق، لنادي النادي ككل. اول شيء بالدرجه الثانيه السنه اللي ماركت الحمد لله ظلينا بالليغا. السنه الهدف بناء كادر محلي، غالبيه اللاعبين وقف عند كلمه محلي. تختلفون عن هابوئيل باكا، احترامنا لهابوئيل باكا، هابوئيل باكا صاحب المرتبه الاولى في الدرجه الاولى، لكن ما يميز اتحاد باكا الانتماء المحلي لهذا الفريق، لاعبين من البيت. عندي تقريبا بالتركيب الاولى 9 من تسعة باكا. صرت بقول لك اياه انا تسعة بعرف من باكا، حتى اللاعب اللي من برا باكا له 7 سنين يعني، تربى بالشبيبي عندنا واليوم يعني يعتبر كابتن ثاني بالفريق، وحيد ريان من كفر برا، بس له 6 سنين عندنا يعني. الهدف الشبيبي، فريق الشبيبي، احنا موجودين بالدرجه القطريه. احنا قبل سنتين طلعتوا دوري ورديتوا؟ لا، كنا لمده 8 سنين بالدرجه الممتازه، نزلنا قبل سنتين.
الهدف خلال هذول الثلاث سنين الشبيبة الأشبال إنه نحاول نطلعهن ويأخذوا البطولة. إذا وصلنا لهذا الوضع أنا بدي نادي اتحاد أبناء باكا زي ما كان قبل 4-5 سنين إنه بالدرجة الممتازة كل أولاد المثلث كان عنا يعني تقريبا من أم الفحم من عرعر من كفر قرع إنه يلاقوا نادي عربي. يعني احنا بنقول تحدثنا مع احمد عباس وتحدثنا مع طبعا اسلام كنعان، عندنا اكاديميات، اكاديميه اكسال، اكاديميه البطوف. يعني احنا بنقول في المثلث الجنوبي الشمالي اللي هو على الحدود انه عمار بدأ الى اكاديميه لكل الشباب، ما يعني بدل ما نروح على بركائي اللي في هنا اكاديميه اللي هي فيها كل الانتاج اللي ممكن يكون، وانت طلع من عندكم لعيبه. بعرفش اذا ذاكر قبل 3 سنين كنت عندك هون اول مره وقلت لك انا الأكاديمية تبعت المدرسة اليوم بحمد الله عنا كل الأجيال، ومش بس هيك عنا أجيال فرق اللي بتشارك بالدوري فرقتين من كل جيل. يعني عشان نعمل أنا بعدني ذاكر كل شيء، وعشان هيك أنا دائما بحب كل واحد يعني له حب للأكاديميات الناجحة، وأنت من الأكاديميات الناجحة. تحدثنا على أكاديميات الشمال، أنت من أكاديميات المثلث خلينا نقول، فهي ناجحة وإحنا بدنا نمشي عليها. سألتني عن النادي، النادي هسا بالكبار بضائقة مادية، فإحنا أول إشي عملت خطة إنه إشفاء النادي من ناحية ديون، وخلال 5 سنين الهدف الأول والرئيسي الشبيبي لولاد حافظ على الدرجة الثانية، ولاد باكا يلعبوا، نعمل فريق ممتاز. بعد ما نحاول بالشبيبي نطلع للدرجة الممتازة ويكون عندنا لاعبين من باكا أو من برا باكا اللي هم بمستوى عالي، وهيك بتصل لفوق، هم اللي يطلعوا الفريق. أيوة. كيف ما كان أنا متذكر أبناء سخنين لما طلعوا على الدرجة الممتازة والدرجة العليا في كان فيها 7-8 من سخنين. أنا بقول لك إخاء الناصري هبطوا بس بيرجعوا، لأنه في عندهم كادر قوي. يعني أنا بعرف شو يعني نجوان غريب، عندهم فريق نجوان غريب له سنين بعرفش إذا كمل معهم السنة مع الريني، مكابي الريني. أما أخ الناصر كان معه نجوان استلم مكابي الدرجة الممتازة. تعال نتحدث عمار، عمار أنت اليوم عندكم هدف الصعود، بويل مصمص بده يصعد لدرجة الممتازة، لكن أنا بدي الهدف تبع عمار، عمار حط برأسك أنك ترجع لدرجة الممتازة. أولاً بداية بعيداً عن الحديث، إحنا بنحب نبارك للاعب عنان خلايلي، بنفتخر بنجوم من وسطنا العربي، وبنتمنى لكل فرقنا العربية مع حفظ الألقاب والأسماء بالنجاح بجميع مبارياتها القادمة. بالنسبة لعمار جبرين، طبعا كل لاعب كرة قدم بيحلم انه يوصل قديش اكثر اعلى درجات، السماء هي الحدود زي ما قالوا. انا لعبت بالدرجة الممتازة واثبتت للجميع شو القدرات اللي عند عمار جبرين بالدرجة الممتازة، وفزت احد اقوى فرق بالدرجة العليا اللي هو اشدود اللي كنت فيها رجل المباراة. أنا شفتك، أنا شاهدت المباراة، بس بدي أسأل أنتوا اثنين سؤالين هيك مختصرات. اتحاد أبناء سخنين يستضيف مكابي تل أبيب، بدي نتيجة منك مباراة هذا يعني أنه مكابي الريني محل أول. أولا نحن بنتحدى أبناء سخنين في فترة ممتازة ممتازة، بنتمنى أنهم يفوزوا. أنا شخصيا إذا كفينا 1-0 صغير لسخنين. وانت شو بتقول؟ طبعا اذا بدنا نميل للقلب ولوسطنا العربي، احنا بنتمنى الفوز زي ما قلت لك لجميع فرقنا العربيه. مباراه جدا صعبه، احنا طبعا بدنا الفوز لاتحاد ابناء سخنين عشان اتحاد ابناء سخنين ما يضلوش متخبط بالقاع، وعلى اساس انه 1-0 الريني يكون بالمحل الاول لاول مره تاريخيا فريق بالوسط العربي بيكون بالمحل الاول. انا 2-0 مكابي تل أبيب. شوف هذا الاسبوع انا يعني اقلقتني الدرجه الممتازه، وانا مقرب للادارات في الدرجه الممتازه، وننتقل في هذه اللحظه الى الدرجه الممتازه. اسبوع مخيل للامال لجميع الفرق في الدرجه الممتازه. هناك مكابي إرسيلية يتفوق على فريق اتحاد شفا عمر بعد فوزه على بويل من الفحم، نشاهد خيبه امل في العفوله كانت طبريه تفوز على طبعا على الوحده كفر قاسم، واسماعيل عامر يودع هذا الفريق لهذا الموسم. نذكر أن مسجلي الأهداف لطبرية كان
احمد عابد وحبيب الله طبعا وهيب حبيب الله هذا اللاعب الممتاز الذي يلعب في صفوف مكابي طبريه انتقل من نوفا جليل. ولكن الحدث الابرز هنا ابويل الملفحم. ابويل الملفحم يقيل نير بيركوفيتش. طيب فهمنا. ولكن يعني انا اليوم سمعت راي حوالي 50 صحفي وانا قدرت رايه وبدي احكيها على الملا. طب انت قلت نير بيركوفيتش واحنا بنموت مش نعشق ابويل الملفحم. انا واحد من محب لابويل الملفحم بشكل واسع جدا. لماذا تومر كاشتان الذي لم يوقع له نجاح لانه يعني ابوه درور كاشتان؟ لا انا كنت بفكر يا ابو العم انه كنا نتروى. انا مش بدي اتدخل في عملك لكن هذا رايي الصحفي وانا بوصل الرساله. هنا بدنا لفريق ابو الملفحم بعد شهر واحد نشوفه في القمه. الجمهور الفحماوي سيعود الى استاد السلام وانا اوافق الجمهور الفحماوي انه بيطلع له عمار انه يكون في القمه. بس هون السؤال الاقوى قطعنا حديثك اخ عمار، هل مشكله ابو علي الملفحم هي المدرب؟ ابو علي الملفحم من بدايه الموسم هذا المدرب الثالث اللي بيقود فريق خلال 8 مباريات. بنقدر نقول انه اختيار اللاعبين كان خطا؟ احنا المفروض نبحث عن المشكله كاساس مشكله. احنا اليوم اقلنا ثلاث مدربين، فبعتقد انه المشكله مش مدرب. يجب على الاداره انها تبحث عن المشكله ومعالجه المشكله قديش اسرع. عمار شو رايك؟ انت ذكرت نقطه مهمه بالنسبه للمدربين او انه لانه ابن مثلا مدرب سابق او لا ما فيش له نجاحات. انا مش ضد تومر اني لون قدخه اول ان لقد سقط اعطوك فريق في الدرجه العليا كرياتش موني عند الفريق ما نجح. عندنا للاسف الادارات العربيه متسرعه بعضا ما يعني ما طوالي على بعضا ما ولا كثير متسرعة بالوقت النتائج كثير. متسرعة كثير. فبداية السنة أنا بذكر أنه أبو علي الملفحم بدها بس للدرجة العليا كان الإشي صعب اللي بتشوفه خاصة بالكمية الماديات اللي بحطوها فريق أو مدينة الملفحم. أنا حسب يعني رأيي إذا صعدوا للدرجة العليا مش رح بس رح تمثل الملفحم رح تمثل كل العرب الثمانية الوسط العربي ملعب الملفحم الوسط العربي الكل بيحبهم قلعة عربية بالضبط الكل عربي. بيحبهم استاد السلام بصير 30,000 زي ولا إشي من ناحية كادر يمكن المدرب الأول اللي بنى كان غلط ففي كثير شغلات بدهم بدها جلسة عميقة بناي من جديد معالجة الحل معالجة المشكلة تمنياتنا لأبويل الملفحم أبو العم إحنا بنتمنى لك الجمهور الفحماوي بنتمنى لك إنه نشوفكم مثل ما يعني عهدناكم في السابق اليوم عندهم مساعد ولكن ضربي كمان للوحدة كفر لاتحاد شفا عامر علي خطيب من الدرجة الثالثة للدرجة الممتازة يغيب ويسافر إلى أبويل الكفاص. هاي غلطة كبيرة مثلا غلطة كبيرة. أنا تحدثت مع رئيس البلدية أرسان ياسين في الأسبوع الماضي وأنا قلت له شخصيا رجع علي خطيب وما تخلوش يترك الفريق. وفي هذه اللحظات نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل. ننتقل في هذه اللحظات إلى الدرجة الممتازة. أسبوع مخيب للأمال لجميع الفرق العربية. قلنا تحدثنا عن أم الفحم عن الوحدة كفر قاسم عن فريق اتحاد شفا عامر تغييرات في المدربين كالعادة في الوسط العربي تسرعات. ولكن بدي أسألك طبعا على علي خطيب ضربة لفريق اتحاد شفا عامر. أنا بظن أنه وجود علي خطيب في اتحاد شفا عامر يساوي لربما 4 إلى 5 لاعبين. إن شاء الله فريق اتحاد شفا عامر يتوفق في دربه يعني ويكون ويبقى في الدرجة الممتازة. ولكن أنا أريد أسألك أنت عمار طبعا كيف علاقتك مع الأولاد مع الشبيبة؟ هذا الموضوع بهمني كثير كثير. كيف التجاوب من الأهالي مع الأولاد عندك أكاديمية؟ أول شيء الحمد لله تجاوب معهم بشكل جدا يعني متفاهم. إحنا بنحاول نعطيهم كل المتطلبات على أساس أنه نطور الأولاد. الهدف من هاي الأكاديمية من المدرسة نفسها أنه نبني لاعبين عندهم أخلاق عالية عندهم روح الانتماء تطوير مهاراتهم الرياضية
بتمنى انه نوصل هاي الاهداف. كمان مره الاشي مش سهل، بدينا بخطوه خطوه، اللي بدنا نعلي المستوى. السنه مثلا قسمت كثير اشياء مهام، يعني كل فريق له مدرب مساعد مدرب، عملنا انه مدير مهني. هل الاداره المهنيه عندك لها ترتيب؟ جاي احكي لك عنهم. طبعا عندي السنه مدير مهني اثنين، عندي استاذ فادي ابو مخ واستاذ محمد بياتسي، اللي هم برضو بغير المدربين معهم، ومدير مهني لفريق الكبار أشرف مواسي ومعاي بالمدرسة. فإحنا تقريبا جميع المدربين اللي عندي، غير إنهم معهم شهادات مدربين، هم معلمين مدارس. طبعا أنا شفتوا فالإشي... ما إنكم نطحتوا الهبوط الموسم الماضي، لكن إنه في ما يميزكوا عائلة اسمها اتحاد بكا. أنا شخصياً شفت إنه الفريق بمأزق، رجعت عملت المستحيل، الفريق ضل بالليغا. فالسنة ما أتمنى، أنا كيف ما شايف عندنا الكادر ممتاز، أنا أخذت استراحة من التدريب هاي السنة. دير بالك على الإدارة. الإدارة لا، بصراحة فريق الكبار كمان مرة رح نعمل لهم إدارة، أنا ما رح أكون رئيس إدارة، أو مش هذا هدفي. أنا هدفي أكثر إدارة موسعة، رح تكون إدارة من أهل باكا. وطبعا الأستاذ حسن الشيخ بعده أحد عشان تبقى الشيخ رح يضل، عشان طبعا الشيخ رائد أحد أصعب مش الشيخ رائد، الشيخ رائد وأستاذ حسن هم زي ما يقولوا الاب الروحي لهذا الفريق، فهم دائما راح يضلوا زي ما حتى الاداره الجديده مش راحين يعملوا شيء من دون يتعلموا منهم. الاستاذ حسن والشيخ رائد ممنوع، هم طبعا الله يعطيهم الصحه والعافيه، كيف بيقولوا بالانجليزي نيفر ايفر تو دو. اكثر شيء يعني هي عنيان الصحه والعمر، يعني الاستاذ حسن طبعا راح يضل مواكبنا ومساعد لنا وظهر لنا. هات نشوف عمار. عمار انتم بتتدربوا في سولم مزبوط، مبسوطين في سولم الملعب منيح؟ حسب الاستضافة اللي بنشوفها في بكل تمرين، احنا بنحس حالنا ان احنا في بيتنا. بنتشكر اهل سولم وكل المقيمين على الملعب. اولا مسطح الارض الاخضر غير انه المسطح، شو علاقة طبعا المصمص بالزعبية الفترة؟ وانت كمان اللاعب، احنا عندنا مدرب ادهم زعبي، ثلاث لاعبين، ثلاث لاعبين احنا عندنا الموجودين اليوم من زعبي. ادهم زعبي وكايز زعبي وكان ميزر زعبي، وكان ميزر زعبي مزبوط. احنا بنتمنى لكم دائما النجاح، ولكن طبعا ملعب سولم، تحدث عن ملعب سولم، مسطح اخضر جيد، وهناك ظروف وغرفه ملابس جيده اللي بتمتع فيها فريق بويل مصمص. واحنا العرب من عاداتنا وتقاليدنا نساعد واحد الثاني. هل سيستمر بويل مصمص في هذه المسيرة أنه صاحب مرتبة أولى لم يخسر أي مباراة؟ طلع أنا بحسب اعتقادي العامل الوحيد اللي بحافظ على نتائج إيجابية في هاي الدورة هو اللياقة البدنية. إذا اليوم إحنا نبني خطة على أساس نحافظ على لياقة بدنية طول السنة، بعتقد انه اي فريق راح يقدر يتفوق علينا، لانه معروف ابو علي ابناء مصمص اليوم متواجدين عنده 7-8 لاعبين اساسيين اللي هم اكثر من 6-7 سنين بالفريق، لاعبين اللي هم بيقدروا اليوم يلعبوا بالدرجه الاولى في مصمص. لاعبين كثير مثل عندكم عمار، لاعبين من مصمص محليين، هم الفحم يعني فريق محلي، وفريق هم لاعبين اللي مبني عليهم مصمص حواليهم اللاعبين. فبعتقد انه العامل البدني هو راح يكون الفارق. نتمنى للنجاح لأبويل مصمص. بعرفش اذا حسابكم يا عمار بس منا يعني برضه بنتمنى النجاح ليطلعوا لكن باكا عدد مباراتين ضد مصمص. سنتحدث عاده الدرجه الاولى، وشاهدنا يعني اشياء مثيره في الدرجه الاولى. أبويل باكا كالعاده يستمر في انتصاراته ويتربع على عرش الدولي. كفر كريات يم، ما يسمى كريات يم، هذا الفريق الجديد قد صفح فريق أبويل مجدال عمك بالنتيجه 5-1، ولكن أبويل البعيني يطيح بمكابي خان ناصر العريق، مكابي خان ناصر بالخساره الاولى في ملعبه في البعيني، اول خساره لمكابي الاخاء. كانت الفرصه لمكابي خان ناصر انه تخلص من المينوس، ولكن المينوس تبع بويل البعيني طلع وارتفعت اماله. نذكر ان بويل الطيبي يتعثر ويتخبط امام مكابي انجداد ويخسر هو الاخر، زلفي تخسر هي الاخرى، ولكن نتمنى انه يكون اسبوع قادم. ولكن الدرجه الثانيه
انت شايف انه ستعود يعني بدون جمهور عمار؟ احنا ب 23 شهر عندنا مباراة الكاس النهائية، احنا صعدنا للنهائي ضد طيرة الكرمل. والله واحد نسي الكاس والدوري يعني ايه، ويوم الاربعاء احنا يوم السبت امبارح كان مباريات لاولاد يعني بعد العودة. طبعا امبارح كانت بعض المباريات ممنوع الجمهور، يوم الأربعاء في كمان مرة. أنت اليوم عندكم ضيف بيلعب في هاي اللحظات في باك الغربية؟ أي نعم، في الساعة 7:30 مباراة طمرة مع اتحاد المتصدر في المنطقة الشمالية ألف. أي نعم، مباراة ودية، الهدف أنه بعد العودة بسبب الحرب ولا قديش أكثر مباريات ودية للياقة البدنية لا أكثر ولا أقل، وبرضه نستضيف ناس اللي أول مرة بنلعب ضدهم نعرف يعني تعرف. فريق مرشح للصعود بشكل فريق قوي. جدا قوي. إيه كمان مرة، إحنا فريق أولاد بلد، إحنا ما مننافس هاي الفرق أو الفرق اللي عندها المادية الكبرى، إحنا هدفنا فريق باك الغربية حتى لو وصلنا وضع إنه ننافس على الصعود بدنا ننافس يعني بإمكانياتنا اللي بنقدر عليها، ما من دون ما نفوت الفريق بدين. فكمان مرة إحنا هدفنا فريق اتحاد أبناء باك السنة من مباراة لمباراة بأولاد البلد. دائما تحبوا تكونوا قوية. إحنا قويين، إحنا أولاد باك قويين. الفرق بين يعني فريق مصمص ده تحكي لك شغلة، لأن أنا بحب فريق مصمص وقريب منه. فريق مصمص جمهوره وحلقة بنسميه اللاعب رقم 12 مثل أبو إلهام الفحم 100%، وعندهم إدارة كبيرة، إدارة جدا مش بس إدارة، رجال أعمال، رجال أعمال والجمهور هني رجال الأعمال تبعين الفريق. يعني إذا بدك تشوف اليوم إدارة مثلا مصمص، أنا 5 سنين منافس لإلهم، بشوف كيف شغلهم كل احترام يعني كيف محمد قحاوش بيشتغل مليح وكل الإدارة وكيف بجمعوا مصاري وعندهم لعيب اللي بأخذوا يعني. عمار لنا حديث شيق معكم، يعني أول شيء أنا بشكركم لقدومكم اليوم بيتنا في تلفزيون عامر يا معمر العمار، عمار مواسي، عمار جبرين حارس مرمى أبو المصمص. كلمة أخيرة لكل هاي الظروف اللي منعاني من الحرب مقصرة طبعا، نتمنى أول شيء بنتمنى الحياة ترجع كيف ما كانت قبل، نتمنى نكون كلياتنا بخير وسلامة مع جمهور كمان، مع جمهور وتعود زي ما كلها إلنا النفس والحياة الطبيعية جميعا للأولاد للأهل لكل محل بالعالم. هاي أمنية كل لاعب كرة قدم، العودة إلى روتين الحياة. كرة القدم هي قسم لا يكلل من حياتنا. نتمنى أول شيء السلام للجميع، ونشكر قناة هلا ونشكر أخونا عبد وضيف عمار مواسي، ونتمنى لجميع فرقنا العربية كمان مرة النجاح وفقط النجاح. أول شيء أنا بشكركم على قدومكم ونرحب فيكم دائما في تلفزيون هلا في البث المباشر، وكما يتحدث زميلنا أخونا بسام جابر يقول المصداقية، إحنا منجيب المصداقية الصريحة للأخبار الرياضية الموجودة، وإحنا بنتمنى إنه اتحاد أبناء سخنين يفوز اليوم على مكابي تل أبيب، بنتمنى النجاح الدائم لمكابي الريني، ونبارك لعنان خلايلي. وكيف بقول أنا عبد الباسط زعبي مقدم هذه الحلقة، دايما على المحبة بلقاكم، على المحبة أفارق، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.